30 كيلو ولا 140 كيلو. تقريبا 140 اكبر حول السلام عليكم، معكم عثمان تشدرتي، خدام في ضيعة إسماعيل. نتشرف بوجود ديالي معكم باش ندوي معكم ونشرح لكم أوضاع هنا كي دايره وداكشي. عندنا البرقي ديال 75 درهم كيلو، عندنا السردك دايرين جوج أنواع، رقيقة والغليظة. دايرين ليها الرقيقة دايرين ليها 85 والغليظة دايرين ليها 82. عندنا جبنة ديال رومانيا هاد العام هذا، اللي عندها الكران دايرين ليها 67 واللي ما عندهاش فرطاس دايرين ليها 62 وباقى في العجل الصبراني دايرين لها 60 درهم. ارخص حولي الكسيبه يجيك 1080 درهم بحال هكاك 1080. الكسيبه اغلى حولي ما نقدرش نعطيك ثمن محدد، ولكن فايت 10000 الفوق. بالنسبه للسردين هما كما كتشوف كان واحد ارتفاع شويه في الثمن على حسب الاسواق. الاسواق كيطلعوا حنا كنطلعوا في الاثمنه باش نواكبوا أسواق. كاين مجموعة من النصائح أولا بعدا قلب الحولي ديالك مزيان، تأكد من السلامة ديالو وداكشي. من الأحسن كون خليتي عندنا أحسن، حيت غنتهلاو فيه من ناحية الماكلة والدواء ديالو وداكشي، ماشي ديه للدار ما تقدر تكرفص عليه ولا شي حاجة وداكشي. صافي هادو جوج النصائح ديالي هنايا. السردين ديال رومانيا ماشي شي فرق كبير، ولكن فرق في المناخ، فرق في المناخ. فاش دابا مثلا في الجبنه ديال رومانيا جبنا هنا كتبان كتاثر شويه، كتحاول تواكب الجو هنا، ماشي بحال السردي. السردي هنا مولف ديال البلاد. هادو من المشاكل اللي خلاتنا اللي كتفرق ما بين السردي والرومانيا. We'll be right back.